والله نصر تعرف من يوم يعني نقلوه على من برزلاي على سجن الرملة، هذا أصلا مش سجن الرملة، هذا سجن موت. يعني رغم وضعه الصحي ولا يعني إذا ما بتحرك وإذا ما بتحرك وما بيحكي له ولا بيعرف حدا، حتى أخوه لما راح عنده ما عرف أخوه، حاطينه بالعزل 10 أيام حجة كورونا بدون علاج بدون مسكنات بدون أي شيء. وبعد 6 أيام أو 10 أيام حطوها على مع الشباب بالغرفة. ناصر ما بده حدا يعينه، بده حدا يحطه. ناصر مش لازم إنه يكون في هذا المستشفى أصلا، بده مستشفى مدني ناصر إنه حدا يهتم فيه. ووقفوا له العلاج الكيماوي ولا إشي ولا إشي بعطوه، يعني كل جسمه يعني برابيج للكلى للكبد كله بضخ فيه، ما بيعرف يمسك سماعة ما بيعرف إشي. يعني برضه هاي اليوم كريم حجمة نفس ما حكت بتينا إنه يعني بصعوبة صعوبة يعرف أحكي منه يعني كلمتين. إله يعني أكثر من 20 سنة كريم عجوز بدور ناصر وبحب ناصر، بقولي للأسف ناصر ما تعرف علي ولا عرفني. يعني بالكاد بالكاد لما تحكي له أشياء كثير إنه يتعرف عليه، يعني ما بيقدر يحكي أكثر من 5 دقائق وبرميه، بيقدرش يعمل سماعة أصلا. في شاب إنه بيحمل له السماعة بحط عدينه على السيارة يسمع للمحامي شو بيحكي. يعني ناصر وضعه خطير خطير للغاية، يعني فيش أي تحسن أصلا ناصر.